البغي بالعلم، مع أن العلم الأصل أنه يروض النفوس ويهذب النفوس، لكن من الناس من يبغي بالعلم. قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قل جل وعلا: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سبحان الله العظيم، الأصل أن العلم يهذب النفوس ويروض الإنسان ويجعله على حالة استقامة، لكن من الناس من يبغي بالعلم، يبغي على الناس بالعلم، وذلك بالمراء وبالجدال بالباطل وبغير الحق، وكذلك بالتكبر على خلق الله، فهو يحتقر عباد الله ويرى بأن له المكان العالية. والله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. أصلا كنت جاهل أنت فعلمك الله، لولا الله ما تعلمت. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وأخطر الخطر يوم أن يستخدم الإنسان العلم وقواعد العلم في مثل هذا الأمر بالتكبر على خلق الله، أو والعياذ بالله الحسد المذموم في إسقاط العلماء أو في الطعن في طلبة العلم، لأن من الناس والعياذ بالله من يستعمل بعض القواعد العلمية في الطعن في العلماء وفي إسقاطهم وفي ثلبهم وفي جعل الناس ينفضون من حولهم، هذا من البغي. وكم رأينا وشاهدنا أناسا سلكوا هذا المسلك فعاقبهم الله عز وجل ودارت عليهم الدوائر، دارت على هذا الدوائر، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يوجد من العلماء من كتب الله على يديه خيرا وسد الله به ثغورا وهو ليس معصوم، يقع في الخطأ، فقد يخطئ في مسألة أو مسألتين، فيأتي هذا الباغي الظالم ويتصيد هذه الأخطاء ثم يذيعها بين الناس ويحرص على أن يسقط هذا العالم أو طالب العلم، هذا بغي. وكل من سلك هذا المسلك فهو منتظر في صالة انتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف الصالح إذا تكلموا في الرجل تكلموا بعلم وبعدل، تكلموا بعلم وبعدل. وأبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه لما ذكر العالم المجتهد قال: قد يخطئ في 100 مسألة، قد يخطئ في 100 مسألة ولا يضره ذلك. والمعنى بأن هذا من البغي، نسأل الله العافية والسلامة. وهو البغي بالعلم، يعني يستعمل الإنسان العلم الذي رزقه الله عز وجل بالإضرار بالآخرين وبالتشغيب عليهم، كل هذا سببه الحسد. الحسد يعني يوجد من الناس الحسد، هذا مثل الجمرة الكامنة تحت الرماد، الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه يمنعه تقوى الله ومخافة الله أن يعمل بهذا الحسد. أما والعياذ بالله من غابت عنه مخافة الله عز وجل فإنه يسعى في الإضرار بالآخرين، هذا بغي.